السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم متعب عبد الله العتيبي. حضرت دورة تدريب المدربين للمدرب الدكتور محمد العامري. حقيقة استفدت من هذه الدورة بنواحي عدة، منها الإلقاء والوقوف أمام الجمهور والاستفادة من التغذية الراجعة من الأخوة المتدربين معي. أيضا عرفت أو استفدت من الناحية العلمية، من الناحية كيف أسخر قدراتي للعطاء لجميع الناس، وكيف أن هذا واجب علينا نحن كمتدربين.